لا يختلف اثنان على ضرورة الاستعداد النفسي للمترشحين المقبلين على الامتحانات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. لهذا فالمختصون يطرحون جملة من النصائح لتلاميذ وأوليائهم من أجل أخذها بعين الاعتبار. حسب علماء الذاكرة أن تكون المراجعة بمواد مختلفة، لأنه لو يراجع مادة واحدة في اليوم تشوش الأفكار. يحاول يتجنب مع الأولياء، وأنا هنا أنصح الأولياء أن لا يسألوا أبنائهم هل هم مستعدون إلى غير ذلك، لأنه يخلق فيهم الاضطراب النفسي. أنه التلميذ يحاول أن يبتعد عن مكان النوم للمذاكرة، لأن تلقائيا سيشعر بحاجة إلى النوم. الاستعداد التربوي هو الآخر ضروري لكل المترشحين، فالمراجعة الأخيرة يجب أن تكون وفق معايير تبنى بحسب طبيعة المادة. يركزوا فقط، عندنا بالنسبة للأسئلة عندنا جزئين، هناك شخصيات، هناك مصطلحات، هناك تواريخ، محطات تاريخية هامة. يركزوا فقط على هذه الأشياء. وأنا ثاني كنقول ثاني بالنسبة لشرح المصطلحات، أنه يعني في شرح المصطلح يمد مفهوم دقيق ومختصر وبإيجاز، يعني يمد مفيد فقط. نحن في الأيام الأخيرة مرحلة ترسيخ المعلومات والمعطيات، ذلك نحل التمارين والمراجعة راهي تبدأ من بداية السنة. التلميذ حاليا لا يجب أن يمارس الضغط على نفسه أنا مانيش فاهم بزاف دروس. إذا المراجعة ماهوش وقت المراجعة فقط، نرسخ المعطيات، نحل البكالوريا السابقة. الاستعداد النفسي والبداغوجي هو ما يميز جل المترشحين الذين لهم موعد مع شهادة التعليم المتوسط هذا الثلاثاء وشهادة البكالوريا الأحد المقبل.